يقول: ما الحكم في من يقول يؤخذ الحق ممن جاء به حتى لو كان من المخالفين، ويترك الباطل حتى لو كان من أهل السنة؟ هذا صحيح، أن الحق يؤخذ ممن جاء به. الرسول قبل الحق من يهودي، قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا والكعبة. فيقبل الحق ممن جاء به ولو كان عدوا ولو كان كافرا، والباطل يرد ممن جاء به ولو كان مسلما. هذا قول صحيح، لكن أنا أخشى أن القائل هذا أنه حق يريد به باطل، يريد به أنه يكره أهل السنة ويقلل من شأنهم. أهل السنة إن شاء الله، إن شاء الله ما يأتون بالباطل أبدا، وإن حصل من بعضهم شيء من الخطأ فهو إما عن جهل وإما عن اجتهاد. فأهل السنة على خير إن شاء الله، ولا يساء بهم الظن.